السلام عليكم، مساء الخير. شكرا اختي اميره او بنتي اميره، كنت اقولهم ما اعرف كم عمرها. شكرا لكم لحضوركم هذه الجلسه اليوم. اشكر الاخت ايمان واداره مكتبات الشارقه على هذه الدعوه، كما اشكر هيئه الشارقه للكتاب على هذه الفعاليه، واحب ان ايضا اتقدم بالتهنئه لسعاده احمد بن ركاض العامري مدير رئيس هيئه الشارقه للكتاب على نجاح معرض كتاب الشارقه الدولي وحصوله على لقب او حصوله على مكانه اكبر واعظم معرض كتاب دولي. سبحان الله، صاحب السمو الحاكم بدا هذه المسيره في 1982، يعني ما شاء الله المعرض كمل 40 عام، واتوقع ان هذه مرحله عاديه جدا، ان يبدا الشيء صغير بعدين يكبر، لما يوصل عمر 40 سنه له انجازات، له ملامح، وبالتالي هذه مسيره طويله تكللت بهذا اللقب. قصتي اليوم ايضا من نفس النوعيه، يبدا الانسان صغير ثم يتعلم اشياء كثيره، وفي النهايه يستنتج يتبوأ مثلا من منزله او مكانه. فاسمحوا لي ان اخذكم على هذه الرحله، معي في هذه الرحله، حتى اوصل لكم معكم في النهايه الى يعني مربط الفرس مثل ما يقولون. لما قام الاتحاد او ولد الاتحاد في 1971 كان عمري 6 سنين، ولما صار الاتحاد عمره 6 سنين حدث شيء غير مسبوق، نحن ما كنا نعرف أنه ممكن أن يصير في دولة الإمارات. عرضت دار سينما في الشارقة فيلم ستار وورز. فيلم ستار وورز أيامها كان ظاهرة غير مسبوقة في هوليوود، وأنه يعرض في دولة الإمارات هذا شيء كان رهيب بالنسبة لنا احنا. افتتنت بفيلم ستار وورز، وبالتالي اهتممت بالخيال العلمي، والخيال العلمي أدى إلى أني أنا أدور على كتب في الخيال العلمي باللغة العربية. مع الوقت اكتشفت أن انتهت الكتب اللي ممكن أني أقرأها باللغة العربية، فتحولت إلى اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية طبعاً كانت متقدمة جداً في الخيال العلمي وما زالت حتى يومنا هذا. علمتني هاي الكتب كثير من الدروس، وتعلمت منها يعني كيف أحب العلوم. ولما كبرت، صار عمري تقريباً 45 سنة، كانوا أبنائي وبناتي، طبعاً بعضهم موجودين في الجمهور هنا، كانوا يقرؤون اللغة الإنجليزية فقط. فقلت بتشطر وأدور على كتب باللغة العربية حتى على الأقل يكون عندهم اهتمام أيضاً بالمحتوى العربي. بحثت ولم أجد للأسف الشديد، ربما لم أبحث كفاية، لكن المهم أني بحثت ولم أجد. فأخيراً قررت أني أنا أنفذ أمنية زوجي اللي كان يلح علي اكتبي اكتبي اكتبي، وأنا كنت أقول لي لا، كيف ممكن أني أنا أكتب. فاخترت أني أكتب لليافعين، واخترت طبعاً الخيال العلمي، بالرغم من أني أنا أحب الفانتازيا أكثر مما أحب الخيال العلمي. بتسألوني شو الفرق بين الفانتازيا والخيال العلمي؟ بالنسبة لكم هم تقريباً نفس الشيء. طيب، الخيال العلمي، أو ببتدي بالفانتازيا. الفانتازيا قصصها مجنونة، قصصها خارجة عن العادة والطبيعة، وممكن الكاتب يكتب أي شيء. بينما الخيال العلمي أيضاً قصصه غير مسبوقة أو غير عادية، لكنها تستند على مفاهيم ومبادئ وأساسيات علمية. هذا الفرق بينهم. بعدكم مفاهيم شو المقصود من الخيال العلمي والفانتازيا، شو الفرق بينهم؟ سأستشهد بمقولة أورسن سكوت كارد اللي هو كاتب خيال علمي أمريكي، كان يقول إذا كانت شخصياتك قادرة على أنها تقوم بشيء خارق عن طريق مثلاً المسح على حصى أو خشبة أو الصلاة أمام شجرة، فهذا فانتازيا، هذا تصنيف الفانتازيا. إذا كانت شخصيات قصتك قادرة على أنها تقوم بشيء خارق، وصلنا لنفس النقطة، لكن عن طريق الضغط على زر أو الجلوس في جهاز وتشغيله، فهذا خيال علمي. فهمتوا الفرق؟ خليني أعطيكم مثال، لأن دائما الناس يجدون صعوبة في فهمها. المثال واحد، لكن شوفوا الاختلاف بين الاثنين. تعرفون قصص الزومبي؟ قصص الزومبي هي عبارة عن بشر ينهشون
بشر يأكلونهم. إذا كانت القصة عبارة عن شخص توفي ثم نهض من قبره وبدأ ينهش البشر، هاي فانتازيا، هاي تعتبر خوارق فانتازيا، حتى حلها فانتازي لأن يكون مثلاً بالسحر أو بأشياء غريبة خارجة عن العادة. إذا كانت القصة فيها أن شخص توفي لأنه أصيب بفيروس وابتدى عقب ينهش البشر، فهذا خيال علمي. نفس القصة لكنها بمنهجيتين مختلفات. لذلك كثير من الناس يظنون أنهم هم واحد لأنهم يعرفون الفرق بينهم. أيضا أجد نفسي مضطرة أني أفرق بين أفلام الخيال العلمي وأدب الخيال العلمي. الناس ما يفهمون الفرق بينهم. أفلام الخيال العلمي فيها كثير من الإثارة، وبالتالي قد لا تلتزم كثيرا بأساسيات ومبادئ العلم، لكن أدب الخيال العلمي لا يملك هذه الرخصة. يجب أن يلتزم في حبكته، في أحداثه، في الحل الأخير بالأساسيات والمفاهيم العلمية. أرجع مرة ثانية، كتبت في الخيال العلمي لأني أؤمن بأن الخيال العلمي لديه القدرة على أنه يغير الأجيال. كيف؟ لما قرأت الخيال العلمي تعلمت أهمية العلوم وتعلمت منهجيتها. تعلمت أهمية العلوم فاتجهت إلى قراءة، لأن يقال للكاتب، يقال لكاتب الخيال العلمي أنه يجب أن يقرأ في نمطه، يجب أن تقرأ كتب كثيرة وبغزارة في الخيال العلمي حتى تستطيع أن تكتب في الخيال العلمي. أذكر أني جلست مرة في حلقة نقاش مع الدكتور نبيل فاروق، طبعاً معروف الدكتور نبيل فاروق الله يرحمه، بملف المستقبل ورجل المستحيل وإلى آخره. فسأل أحد في الجمهور ماذا تنصحني حتى أكتب في الخيال العلمي؟ قال لي يجب أن تقرأ بغزارة في الخيال العلمي. ثم قال مقولتي التي أستشهد بها في كل مجال وفي كل موقف، قال حد يدخل الامتحان من غير ما يذاكر؟ يجب أن تقرأ حتى تستطيع أن تكتب. القراءة الخيال العلمي وخاصة بعض الكتاب الذين يلجؤون إلى العلوم ومفاهيمها حتى يصنعون حبكة قصصهم، من ضمنهم مثلا مايكل كرايتن. العجيب في كتب مايكل كرايتن أنها أدب لكن في نهاية صفحتين أو ثلاث صفحات تلاقي كل المقالات العلمية والكتب التي قرأها ليصنع قصته. فابتديت أهتم بالعلوم، ابتديت أقرأ مقالات علمية أو أتفرج على أفلام وثائقية علمية أو أقرأ كتب مثلاً في البيئة، في الجينات، في الفيزياء الفضائية، فيزياء الفضاء، نظرية النشوء والتطور، كل هذه كنت أقرأها. هذا أدى، لأن هذا كله يؤدي إلى شيء، لأن هذه رحلة عمر، هذا أدى إلى أني أكتشف أن العلوم، طبعاً هذا شيء ما بغريب لكن أنا اكتشفته، أن العلوم تعتمد على الأدلة والبراهين. يعني الشخص يجب أن يكون عنده، إذا كانت عنده نظرية يجب أن يجمع الأدلة والبراهين حتى يثبت نظريته. وإذا أثبتت الأدلة والنظريات أو الأدلة والبراهين أن نظريته غير سليمة، ما يصارخ ويعترض ويتشاجر مع الناس ويقول لا هي صح، لا، يغير نظريته. العلوم مختلفة تماماً عن أي مجال آخر، يجب أن يغير نظريته وإلا تعتبر رأي شخصي. إذن نرجع مرة ثانية، الخيال العلمي الناس يهتمون به، يهتمون بعدين بالعلوم، من بعد ما يهتمون بالعلوم يدركون أهمية الأدلة والبراهين. كثير من الأجهزة اللي موجودة اليوم عندنا كانت مجرد خيال علمي قرأها شخص في كتاب، ثم من بعدها حب أنه يتخصص في العلوم، حولها من فكرة جميلة هو مجنونة إلى واقع يخدم البشرية. هذه أهمية الخيال العلمي لكل الناس اللي ما يحبون الخيال العلمي وينتقدوني ويقولوا لي شو هالخراريف. المهم أنه الأدلة والبراهين وايد وايد مهمة، لكن للأسف نحن في مجتمعاتنا نعتمد كثير على عواطفنا لما نتخذ بعض القرارات، نعتمد على المسجات اللي توصلنا في الواتساب. وصلتكم مسجات الواتساب؟ اكتشف العلماء، أثبتت الدراسات، ونحن نصدق. ليش؟ لماذا نصدق ما يصلنا في السوشيال ميديا وفي اللي هم يسمونها الأخبار المزيفة؟ لأنها أتت من شخص نثق فيه، يعني هو سوى لنا فورورد، أتت من شخص نثق فيه، إذن هو صح، نازل من السماء، ورقة علمية. لا، هو ما كتبها، هي وصلته من جهة أخرى،
وهو لا يعرف حتى من هي الجهة التي صنعت هذا المحتوى الذي هو يعتبره ورقة علمية يجب أن يستشهد بها. ولما تناقشه يتشاجر معاك ويقول لك لا وانت شو عرفك وإلى آخر، وانت طالب منه فقط الدليل والبرهان. كلنا ننسى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال لنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو البرهان؟ الحجة. أنت تدعي شيء، أعطني الحجة، أعطني الدليل، أعطني البرهان حتى أصدق أنها حقيقة لا أنها رأي شخصي. فإذا كانت رأي شخصي يعني لأنها ما تملك لها أدلة وبراهين فهي رأي شخصي، ممكن أن أعترض عليه، ممكن أن أناقشك فيه، لكن نحن ننسى هذا الموضوع. فلان قال شيء الفلاني، هاتوا برهانكم. الجهة الفلانية تسببت في الشيء الفلاني، هاتوا برهانكم. الجهة الفلانية تسببت في نشر مرض كوفيد، هاتوا برهانكم. لا تصدقون المسجات اللي توصل في الواتساب، صدقوا القرآن، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وصلت إلى هاي المرحلة، ما هي المرحلة اللي بعدها؟ اسمحوا لي أني أنا ألخصها في التالي. لو كنا نحن نطالب بالأدلة والبراهين في كل قراراتنا كنا سنطبقها في جوانب كثيرة من حياتنا وليس فقط في مسألة قراءة كتب أو أوراق علمية. مثلا على سبيل المثال فقط وتحملوني، هناك مجالس إدارة ومجالس إدارة جمعيات نفع عام، ومؤخرا سمعت عن اتحادات الرياضية، والمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، والمجلس الوطني في دولة الإمارات، كلها تقوم على ممارسة المواطن لأحد حقوقه وهو حق الانتخاب، أنك تمنح صوتك لشخص آخر يمثلك ويمثل قضيتك ويمثل مصالحك وإلى آخره. ماذا نفعل عندما يطلب منا أن ندلي بأصواتنا؟ والله فلان لزم علي وخلاني أوعده وأنا انحرجت فأعطيته صوتي. أين الدليل والبراهين؟ أين الأدلة والبراهين؟ والله فلان عشان هو من قبيلتي فأنا صوت له. ما سألنا عن تاريخه، ما تقصينا ما هي خبرته المهنية وما هي معرفته ومهاراته، ما عرفنا سمعته، ما طلبنا منه لما قال لنا مثلا وحده من الأشياء اللي سمعتها، ولا أذكر أسماء لأني لا أذكر أسماء ما أعرفهم، أنا سأعدل من رواتب المتقاعدين. هاتوا برهانكم، كيف؟ أطلعني على خطتك، كيف ستغير من هذا الوضع؟ كيف ستقدم هذه الخدمات التي ستغير من حياتي وتعمل على مصلحة المجتمع؟ نحن بحاجة إلى أن نطلب الأدلة والبراهين في كثير من جوانب حياتنا لأنها ستجعلنا أناس قادرين على اتخاذ القرار السليم، لأنها مدعمة بالأدلة والبراهين، ليس فقط في قضايا المحاكم التي تطالب الأدلة والبراهين، ولا في المختبرات ولا في قاعات الجامعة، نحن في حياتنا العادية. قد تستغربون كيف من الخيال العلمي وحين نتكلم عن الانتخابات، شيء طبيعي هذا السؤال، لكنها هذه كانت رحلتي، كيف خيال علمي جعلني أحب العلوم، حبي للعلوم وقراءتي فيها بيّن لي أن الأدلة والبراهين مهمة، الأدلة والبراهين يجب أن أستخدمها في كثير من جوانب حياتي. وبالتالي الخيال العلمي إذا قدمناه في حياة أبنائنا وبناتنا سنجعل منهم مواطنين صالحين، سنجعل منهم أناس واعين وناضجين وقادرين على اتخاذ قرار يعمل في مصلحة الوطن، يعمل في مصلحة المجتمع. لذلك أدعوكم جميعا إلى قراءة الخيال العلمي، وأذكركم بالآية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شكرا لكم على سعة الصدر، وأسف إذا كان قصرت.